السلام عليكم. اليوم نعرفكم بواحدة من العجائب العصرية للجزائر، واللي تقع في وهران، واللي تم إنشاؤها في 2007 بمناسبة انعقاد أول مؤتمر عالمي للغاز أثناء إنشاء يعني القصر المؤتمرات نتاع مدينة وهران، اللي تم افتتاحه في 2007 بهذه المناسبة. هذه الميرفاي يعني الأعجوبة العالمية هي الحائط الفسيفسائي الذي يقع على جانب قصر المؤتمرات بوهران، واللي يبلغ طوله 40 متر وعلوه 20 متر، يعني مساحة 800 متر مربع نتاع حائط فسيفسائي، والذي يعد حقيقة وبدون يعني أدنى شك أكبر حائط فسيفسائي في العالم. إذن هذه هي يعني الأعجوبة، واحدة من الأعجوبات نتاع الجزائر العصرية. أترككم مع إعادة الفيديو، سوف نشاهد الصور كلها مرة أخرى للاستمتاع بهذه الأعجوبة اللي تبقى إن شاء الله في التاريخ، ولنا وقفة كذلك في المستقبل التراث المعماري الجزائري ووسائل وكيفية صيانته ليبقى خالدا للأجيال القادمة إن شاء الله. إذن أترككم مع هذه الصور الرائعة، والسلام عليكم.